قبل ما اقول خبر عن السيد المستشار المرتضى منصور انه الفائزين بالحج في برنامج صورة وصورة مطلوب منهم يودوا جوازات السفر وعرض 12 صورة شخصية بخلفية بيضاء والبطاقة الصحية يوم 1/10/2010 ده اخر يوم اخر معاد يعني يودوا على طول دلوقتي اللي جاهز بكرة بعده بعده جواز سفر 12 صورة البطاقة الصحية جواز سفر 12 صورة البطاقة الصحية ودوهم في شارع 17 شارع زعفان زعفان خلف حي مدينة نصر مؤسسة الوقف المصري.